كمان الاهلي والكاف ولاعيبه كتير جدا النهارده احتفلوا على صفحتهم، بما ان احنا بنتكلم عن عيد ميلاد مؤمن زكريا هذا اللاعب الاستثنائي، وكان الاهلي كتب على صفحته الرسميه: نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا مؤمن زكريا ونتمنى ليه عيد ميلاد سعيد. وكمان الصفحه الرسميه لدوري ابطال افريقيا والكونفدراليه تبع للاتحاد الافريقي لكره القدم يعني نشرت هدف برضو مؤمن زكريا في مرمى الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب، هنا بنتكلم المباراه النهائيه من دوري ابطال افريقيا ده اللي كان يعني 2017، وكتب وكده هدف لا ينسى: نتمنى عيد ميلاد سعيد لمؤمن زكريا نجم النادي الاهلي. بنقول على مؤمن زكريا لما بنتكلم عنه كونه لاعب استثنائي، ما اظنش ان دي فيها اي مبالغه باي حال من الاحوال. والنقطه اللي كنا بنتكلم فيها برضو من شويه مع حضراتكم كون ان مؤمن زكريا واحد من اللعيبه القلائل اللي فعلا ما فيش مساحه كبيره للاختلاف عليه ولا حتى على محبته، ففعلا كل التهاني من قلب الجميع، كل جماهير وعشاق النادي الاهلي وغير النادي الاهلي بيتمنوا اكيد لمؤمن زكريا يا رب يعني الشفاء التام والعاجل.